تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ونتمنى لكم إن شاء الله يوم مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. مستمعين الأفاضل، دائما الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما أثار إيجابية على صحتكم. أرحب بكم مستمعين الأفاضل ببرنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل في فريق الإعداد هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. ومن خلال برنامج صحة وسعادة دائما أرحب بتواصلكم ومشاركاتكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل أن نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، نحب نذكركم دائما بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. غسل اليدين باستمرار ولمدة لا تقل عن 20 ثانية، يساهم هذا بشكل فاعل في الحد من انتقال العدوى بفيروس كورونا. ومثل ما عودناكم دائما، هناك أخبار محلية وعالمية، واليوم عندنا خبر تحت عنوان كيف يؤثر الإجهاد أثناء الحمل على دماغ الطفل، وأيضا خبر تحت عنوان باحثون يكشفون علاقة غير متوقعة بين قلة النوم والشعور بالخوف. ودائما مثل ما عودناكم، فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار المتداولة على صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية. أما فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي ومشاركة الهيئة هيئة صحة بدبي بمعرض جايتكس، واليوم إطلاق نظام درب للتعليم الطبي الإلكتروني. أما بخصوص مصطلحنا الطبي اليومي اليوم تحت عنوان الشيخوخة المبكرة. وفقرة التغذية اليوم الاستخدام الصحيح للميزان، وطبعا هذا موضوع مهم وحيوي، كيف الإنسان يعرف يستخدم الميزان في وقت يعني وضع البرامج المختلفة بالنسبة لي يعني نقص الوزن، بنتكلم في هذا الموضوع أكثر. وآخر فقرة اليوم مستمعين الأفاضل، فقرة صحة المسنين ومشاكل الذاكرة عند كبار السن وطرق الوقاية والعلاج. هاي كلها فقرات برنامجنا لهذا اليوم. دائما نرحب باتصالكم ومشاركاتكم معنا خلال الساعة على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وخلونا ناخذ أول خبر، كيف يؤثر الإجهاد أثناء الحمل على دماغ الطفل. كشفت دراسة جديدة أن الإجهاد أثناء حمل المرأة يمكن أن يؤثر على تطور دماغ الطفل، وقد يؤدي إلى مشاكل عاطفية عند الكبار. وربط باحثون بريطانيون من جامعة أدنبرا المستويات المرتفعة من هرمون الإجهاد الكورتيزول لدى الأمهات بالتغييرات الهيكلية في الخلايا العصبية الصغيرة والموجودة في دماغ الأطفال حديثي الولادة. ويعتبر هذا الكورتيزول الهرمون الأساسي للإجهاد، وفي حال كانت مستوياته مرتفعة فإن ذلك يشير إلى توتر كبير يعيشه الأشخاص أو الشخص. ووجد أيضا الباحثون أن الإجهاد أثناء حمل المرأة يؤدي إلى تغييرات في اللوز الدماغية للرضيع، وقالوا أنه من المعروف أن أيضا يشارك هذا في التطور العاطفي والإدراكي للطفل، وفي حال شهدت تغييرات فإن ذلك يؤدي إلى مشاكل عاطفية في وقت لاحق من حياة الطفل. ناخذ فقرة السوشيال ميديا اليوم ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي.
نذكركم مستمعينا الأفاضل بأن هيئة الصحة بدبي أيضا توفر خدمة فحص فيروس كورونا في مراكز التسوق في مركز مول الإمارات وأيضا سيتي سنتر مردف ودير سيتي سنتر. يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 8342، وبإمكانكم معرفة المزيد من المعلومات حول هاي الخدمات الخاصة بفحص فيروس كورونا، وطبعا بدون موعد، ولكن إذا حابين معلومات أكثر بإمكانكم التواصل على الرقم المجاني. صحة وسعادة. كفو عليك يا سعيد، برعت بالدم، شي توفر المساعدة للإنسان في أمس الحاجة. سعيد كان اليوم في مركز دبي للتبرع بالدم في مستشفى لطيفة، وهو من أحدث المراكز في العالم. والعام الأطاف عدد وحدات الدم المسحوبة في المركز كانت حوالي 48 ألف وحدة دم، بارتفاع 8% عن العام اللي قبله، و 38% من هذه الوحدات راحت إلى مركز الثلاسيميا، والباقي إلى مستشفيات هيئة الصحة بدبي والمستشفيات الخاصة. وإذا يا سعيد مو برايم توصل للمركز، هناك حافلة تبرع بالدم إلى توصل للشركات والمؤسسات والجامعات، وكل إنسان ما عنده مشاكل صحية قادر على التبرع بالدم مرة كل 56 يوم. في مركز التبرع العملية ما تأخذ أكثر من 30 إلى 45 دقيقة، إضافة لكون عمل إنساني نبيل. التبرع بالدم يساعد على منع حدوث الإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية، وطبعاً ينشط الدورة الدموية ويحفز نخاع العظام لإنتاج خلايا جديدة. وبعد التبرع يا سعيد أكيد تحس براحة وحيوية لأن الدم بجسمك يتجدد. التبرع بالدم مسؤولية مجتمعية وخدمة إنسانية، وعساكم دوم صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأفاضل، نذكركم بأرقام التواصل معنا في برنامج صحة وسعادة 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وخلنا نأخذ مصطلحنا الطبي لهذا اليوم مستمعين الأفاضل وياكم تحت عنوان الشيخوخة المبكرة. طبعا هناك شيخوخة مبكرة وأيضا شيخوخة متأخرة. أما موضوع الشيخوخة المبكرة وهي اضطراب وراثي نادر جدا يتسبب في تقدم عمر الأطفال بسرعة بدءا من السنتين الأوليين من حياة الأطفال. عادة ما يظهر الأطفال المصابين بهذا الاضطراب عند الولادة، وخلال السنة الأولى تبدأ العلامات والأعراض مثل النمو البطيء وفقدان الشعر في الظهور. وتعتبر مشكلات القلب أو السكتات الدماغية السبب النهائي للوفاة لدى معظم الأطفال الذين يعانون من الشيخوخة المبكرة. ويبلغ متوسط العمر المتوقع لدى الطفل الذي يعاني من هذا المرض حوالي 13 عاما. قد يموت بعض المصابين بالمرض في سن أصغر، وقد يعيش آخرون لفترة أطول قد يصل إلى 20 عاما. مستمعين الأفاضل، بناخذ معكم فاصل، وبعد الفاصل عندنا موضوع الاستخدام أيضا الصحيح للميزان. خلكم ويانا دايما مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ونرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وضمن مشاركة هيئة الصحة بدبي مستمعين الأفاضل بمعرض جايتكس للتقنية 2020، تطلق هيئة الصحة بدبي وبعد قليل نظام درب للتعليم الطبي الإلكتروني، الذي يعد أول نظام تعليم طبي تخصصي إلكتروني على مستوى إمارة دبي. للتعرف على هذا النظام يسرنا أن يكون معنا اليوم الدكتورة عفاف عبد اللطيف الهاشمي، استشاري ورئيس قسم التعليم الطبي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة صباح الخير. صباح النور. يعني. الله يحييك دكتورة. طبعا ضمن معرض أو إطلاق معرض جايتكس
للتقنية 2020. أمس أيضا هيئة الصحة أطلقت إحدى البرامج الذكية أو المبادرات الذكية، واليوم نحن أيضا عندكم دكتورة إطلاق نظام درب للتعليم الطبي الإلكتروني. يعني نبارك لكم الحقيقة هاي المبادرات الجميلة، واللي دائما يعني الهدف منها تطوير الخدمات وبالأخص يعني التعليم والتعليم الطبي. دكتور لو تحدثينا أو تعطينا فكرة عامة عن هذا البرنامج أو هذا النظام الجديد. نعم، احنا أطلقنا نظام درب، سميناه درب وهو نظام تعليمي إلكتروني. يعتبر هذا أول نظام تعليمي طبي تخصصي إلكتروني على مستوى الدبي. أنا صراحة حبيت الاسم دكتورة درب، يعني يعطي انطباع يعني درب ويعني تعليم ما لا نهاية، وايد جميل الاسم الحقيقة. نعم نعم، هو تقدر تقول إنه هو درب، هو مسار، صحيح، هو طريق، يرسم طريق واضح للأطباء المنتسبين لبرامج دبي التخصصية. نعم، هذا النظام بيساعدنا في تسهيل إجراءات التعليم الطبي في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للهيئة، بينظم لنا عملية التعليم الطبي كلها. والهدف من هالنظام هو المتابعة الدورية لمسار التعليم والتدريب الطبي الأكاديمي للمنتسبين للبرامج التخصصية في هيئة الصحة بدبي. صحيح، فبيساعدنا، بالإضافة إلى أنه بيساعدنا أن نتابعهم أونلاين ونشوفهم وين واصلين، بيساعدنا أيضا لتقييمهم، التقييم الذكي من قبل المنتسبين للبرامج التخصصية ومدراء البرامج اللي أصلا هم يشرفون على هاي البرامج، والمشرفين إحنا كإدارة بعد يكوننا أكسس عليهم، نشوفهم بالضبط شو يسوون، وين واصلين في تدريبهم بالنسبة للتدريبات اللي يأخذونها في المستشفيات والمراكز الصحية، وتحصيلهم الأكاديمي والامتحانات والتقييمات. صحيح، والهدف طبعا دكتورة أكيد يعني يعني في عندكم في هيئة الصحة بدبي أو يعني إدارة التعليم المستمر هناك الكثير من البرامج، برامج مختلفة وأيضا لفئات يعني مختلفة، أطباء وفئات مختلفة. طبعا هذا النظام أكيد مثل ما أنت تفضلتي بيسهل عليكم متابعة، لأنه مش يعني هو مش برنامج واحد، برامج كثيرة، ونتذكر أكثر من مرة يعني استضفنا متخصصين من عندكم للحديث عن مشاريع تختلف للأطباء، للطلبة، للتمريض، لفئات مختلفة كثيرة. فأكيد طبعا هذا البرنامج بيساعد مثل ما أنت تفضلتي في متابعة هاي الأمور بشكل يعني بشكل ذكي وبشكل تقني حديث. نعم، هو متابعتهم بعد احنا بنقدر نحفظ بياناتهم، بيانات المنتسبين للبرامج التخصصية وما يتضمنها من تقييمات إلكترونية يعني، وهذا تماشيا مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية. نعم، يعني ما بيكون شيء عقب أوراق رايحة وراد، لا بتكون كله إلكترونيا، تقييماتهم، متابعاتهم، إنجازاتهم، أشياءهم تحصلهم الأكاديمي كله بيكون إلكترونيا وأونلاين. جميل، ممكن ينزلون على تليفوناتهم، فمدراء البرامج بعد يتابعون الطبيب المتدرب هذا اللي جاي وين صار، شو الأشياء اللي أنجزها، شو الأشياء اللي خلصها، فبيكون بيوفر علينا وايد جهد ووقت. طبعا والفئة اللي يستهدفها مثل ما قلتهم أطباء، مين اللي أطباء الإقامة بصورة الأكبر المنتسبين لبرامج التخصصات الطبية، ومستقبلا إحنا ناويين نضيف أطباء الامتياز وأطباء الزمالة، يعني أي حد حاب يدخل البرنامج إحنا عندنا في هيئة الصحة تحتنا تحت إدارة التعليم الطبي بيكون هو قادر أن يسجل في هالبرنامج. صحيح، وأيضا دكتورة اللي نعرف أن عندكم الكثير أيضا أنتم من الشراكات مع دول ومع جامعات ومع مؤسسات، طبعا هذا البرنامج أيضا بيساعد في يعني متابعة ويعني سير العمل بشكل دقيق جدا. بالفعل بالفعل، احنا في البرامج التعليمية اللي ضمنها البرنامج احنا كمرحلة أولى تم إدراج 5 تخصصات رئيسية في الهيئة. عندنا تخصص طب الباطني، طب الأسرة، طب الأطفال، طب الطوارئ، وأمراض النساء والولادة. اخترنا هاي التخصصات لأنها هي تعتبر التخصصات الأكبر، تقريبا احنا أدرجنا أكثر من 60% من المنتسبين من في برنامج دبي للتخصصات الطبية. نعم، كيف دكتورة عفاف التفاعل يعني اللي لاحظتوا انتم من خلال يعني بالاخص اللي المدراء او المشرفين على البرنامج هاي بعد ما تم يعني موضوع النظام هذا؟
طبعا كان الاقبال عليه وشجعوا يعني صراحه مدراء البرامج بذلوا مجهود كبير. صحيح. وكانوا يحضرون معنا ورشات عمل عشان ننطلق بهذا البرنامج، وحطوا اضافاتهم. طبعا البرنامج كستمايز يعني تم تفصيله وتحديده بناء على رغبتهم، هم شو يبغون يوصلون، يعني كيف نقدر ننهض بالاطباء بحيث أن يكون مستواهم يوازي مستويات أي طبيب متخرج أو متخصص في الدول الثانية المتقدمة، يعني كمتطلبات كستاندرد، يعني هم ارتأوا أن يكون تدبس. وطبعا إحنا هنا في إدارة التعليم الطبي إحنا كانت عندنا الحوكمة أن إحنا شو نبغي بالضبط كتقييمات، شو نبغيهم يوصلون، شو الأشياء اللي لازم يخلصونها ويسوونها. صراحة مدراء البرامج جدا كانوا سعيدين لأن حسوا أن كله بيكون مترابط أونلاين وسهل عليهم، هم يتابعون الأطباء المنتسبين، هم ما شاء الله أعدادهم كبيرة بالعشرات، ويقدر يعرف الطبيب المشرف ومدير البرنامج يقدر يعرف خط سير الطبيب اللي معاه يتدرب بالضبط كم أنجز صورة يومية، حتى بالساعة يقدر يعرف وين وصلوا يا. صحيح. واليوم طبعا دكتورة تفضلي، دكتورة تفضلي. الشيء الحلو بعد في النظام هذا انه مرتبط بالمكتبة الطبية اللي عندنا، يعني في نفس الوقت يقدر الطبيب المنتسب حتى مدير البرنامج والمشرف عليه يبغى يتأكد من مقال جديد من ابديت معين يدخل على المكتبة الطبية دايركت، يعني سوينا لهم اكسس بعد بالنسبة للمكتبة الطبية. صحيح. ومثل ما تعرفين دكتورة عفاف من اليوم طبعا توجه العالم حول موضوع الدراسة عن بعد واستخدام التقنيات الحديثة، فهذا أكيد طبعا نظام درب بيساعدكم أنتوا المسؤولين عن هاي البرامج، ومثل ما أنتي تفضلتي أن المشرفين أو الأطباء اللي يشرفون على الطلبة أو الأطباء اللي يدرسون في أماكن مختلفة في العالم بيسهل عليهم. والشيء الثاني دكتورة أيضا جميل أن المكتبة الطبية في إدارة التعليم المستمر مربوط بطريقة إلكترونية وبمقالات، إن أيضا هم من أي مكان يكونون في العالم يقدرون أن يدخلون على هاي المقالات ويستفيدون منها بشكل يعني سهل ومرتبط بنظام إلكتروني جميل. نعم. وكخطة مستقبلية إحنا إن شاء الله ناويين ندرج جميع البرامج التعليم الطبي في السنة الجاية إن شاء الله، والنظام بيكون مزود إن شاء الله ببرامج تدريبية مدعمة بتقنيات محاكاة الواقع الافتراضي اللي هو الفيرتشوال رياليتي. نعم. وهذا طبعا يبغي له شغل وإحنا ياسين نشتغل عليه أحيانا، بيسهل عليهم عملية التدريب والتخيل الافتراضي حق الحالات الطبية اللي يواجهونها، وبيتم بعد تدعيم النظام بآليات الذكاء الاصطناعي. فالموضوع جدا شيق وكبير وفي مجال وايد الواحد يقدر يبدع فيه في هالنظام. صح. وأكيد طبعا دكتورة عفاف يعني هيئة صحة بدبي هيئة كبيرة طبية وتعليمية وأكاديمية، وهناك الكثير من البرامج اللي أكيد يعني بتحطوا لها أنتوا أهداف لتطوير هذا النظام. فلو نتحدث دكتورة عن خططكم المستقبلية والتوجه المستقبلي لتطوير هذا النظام، نظام درب للتعليم الطبي الإلكتروني. نعم. احنا كخطه مستقبليه ان شاء الله ناويين يعني ندرج التخصصات المتبقيه، احنا عندنا تقريبا 16 تخصص، دخلنا مع اكبر خمس تخصصات، فبقيه ال 11 تخصص بيدخلون معانا ان شاء الله. عندنا اطباء زماله وعندنا فيلوشيب بندخلهم معانا، واطباء الاقامه الامتياز معانا، صحهم سنه واحده لكن بعد كبيانات وحفظ بياناتهم نبغي كل شيء يكون تحت مظله واحده وقاعدة واحدة. وبدينا مع مدراء البرامج تزويد النظام بتقييمات من الجهتين، يعني المتدرب هو يقيم المشرف عليه والمشرف بعد يقيمه، وبيكون في وايد نوع من الفيرنس إنه بحيث إن هذا التقييم غير خاضع لأي حكم ثاني، وإحنا كإدارة تعليم طبي بنشرف على هاي التقييمات. الذكاء الاصطناعي اللي بيدخل فيه بيساعدهم انهم يتعلمون على اجراءات وبروسيجرز معينه يمكن يصعب عليهم في زحمه المستشفى ان يفهمونها، في نفس الوقت
سهولة استخدام البرنامج بيساعدهم إنهم يكونون مطلعين، يعني مدير البرنامج أو المشرف عليه يقدر يرسل لهم في اللحظة نفسها أحدث مقال ويبغي يردهم مثلاً، يقدر يتابع، يقدر يشوف كل واحد كم دخل من البرنامج واستخدمه، يعني نسبة استخدام البرنامج بصورة يومية، منو الأكثر، منو أكثر نشاط، يعني بيكون في مجال تنافسي بين المنتسبين نفسهم كأطباء، منو ينجز أكثر، منو يشوف يطلع على أكثر. طبعاً في تعقيب يومي حتى البروسيجرز اللي يسوونها، فكخطة مستقبلية إن شاء الله بيكون نظام متكامل مترابط يهدف لتسهيل التعليم الطبي. وأيضاً دكتورة مثل ما تفضلتي بأن المشرف أو المدير على البرنامج يعني أي مكان يكون، سواء يعني في إمارة دبي أو خارج إمارة دبي، في يعني في غرفة العيادة أو في غرفته في مجال عمله الإداري، فيقدر أنه يعني يتابع ويشرف ويقيم أيضا الطلبة، فهذا شيء جميل جدا الحقيقة. نعم نعم، والتواصل راح يكون بينهم أسرع، يعني يبغي يعطيهم announcement، إعلان، اليوم أبغى أجتمع معاكم، اليوم في حالة الفلانية، على طول يعطي notification، فراح يكون التواصل أسهل مع بين أطباء المنتسبين ومدراء البرامج. صحيح. ودكتورة مثل ما ذكرنا نحن أن يعني مجال التعليم والمجال الطبي والتطوير فيه يعني ما في حد، فاختياركم أيضا للاسم موفق، بأن يعني مجال درب ومجال تعليم وتعليم مستمر وتطوير مستمر. الحقيقة دكتورة نبارك لكم على إطلاق نظام درب للتعليم الطبي الإلكتروني، ونشكركم الحقيقة، وشكرا لك دكتورة عفاف، وشكرا لفريق عملك المبدع، في دائما يعني تتحفون وتسعدون متعامليكم، وفي يعني بخصوص إطلاق هاي المبادرات اللي دائما هدفها تطوير وتحسين الخدمات الطبية في إمارة دبي. الله يخليك، شكرا. الدكتورة عفاف عبد اللطيف الهاشمي، استشاري ورئيس قسم التعليم الطبي بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر لك دكتورة. مستمعين الأعزاء، ومن فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل فقرة التغذية اليوم أيضا عنوانها جميل جدا، الاستخدام الصحيح للميزان الغذائي. خلكم دايما مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة، مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وأيضا نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا ناخذ فقرة التغذية، وصلتنا رسالة لآخر ثلاث أرقام 339، وصلتنا الملاحظة وبنتواصل معاك إن شاء الله، وبنوصل الملاحظة هاي لمستشفى لطيفة. شكرا للتواصل. فقرة التغذية اليوم تحت عنوان الاستخدام الصحيح للميزان. يقع العديد من المستخدمين للميزان، نحن نقصد الميزان الغذائي، عند مراقبة أوزانهم في الكثير من الأخطاء التي يترتب عليها إعطاء نتائج خاطئة أو غير ثابتة، وهذا قد يسبب لديهم إحباطا وربما عزوفا عن البرامج الخاص بخفض أو زيادة الوزن. للحديث عن هذا الموضوع مستمعينا الأفاضل عن الاستخدام الصحيح للميزان، يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة مريم علي، أخصائية تغذية سريرية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بهيئة الصحة بدبي. الأستاذة مريم صباح الخير. صباح النور عبد الله، وأسعد الله صباح المستمعين. صباح الورد والسعادة. طبعا اليوم عنوانكم الحقيقة جميل، مواضيعكم دائما جميل أختي مريم، ولكن فعلا هاي مشكلة استخدام الميزان الصحيح. لابد أن الإنسان، إحنا دائما نقول اللي بيبدأ في برنامج يعني تخفيف الوزن أو زيادة الوزن، لابد أن يعني يلجأ للشخص المناسب ويتعلم يعني كيف أنه يبني البرنامج هذا، وكيف أيضا يقيس الوزن الصحيح للغذاء.
فنتكلم معك أختي مريم تحدثينا عن أهمية استخدام الميزان في مراقبة الوزن، وشو أهمية ذلك في تحفيز أيضا الشخص على متابعة البرنامج الخاص يعني خفض الوزن أو زيادة الوزن. إن شاء الله بإذن الله، لأنه فعلا موضوع مهم، وعندي نقاط مهمة حابة أن مستمعينا يأخذونها بعين الاعتبار. نعم. في البداية نقول أنه يعد الوصول للوزن الصحي والمحافظة على ثباته أمر مهم للصحة العامة بشكل عام، والميزان هي إحدى الطرق الأساسية لقياس الوزن، وفي نفس الوقت يكشف لنا حقيقة خسارة الوزن أو زيادته. والميزان يعتبر جهاز يوفر معلومات عن التغيرات اللي يمر بها الجسم وخاصة الوزن، ويتم استخدام الميزان في مراقبة الوزن ومتابعة أي تغيرات تحدث بالجسم نتيجة مثل ما قلت وتفضلت اتباع نظام غذائي ونتيجة ممارسة الرياضة، اللي دورها هاي الأشياء تحافظ على الصحة وتغير من شكل الجسم. عندنا أنواع الميزان، إذا بنقول فيه نوعين للميزان، عندنا الميزان الميكانيكي اللي هو المعروف لدى الكل واللي موجود أعتقد في أغلب البيوت، اللي فيه مؤشر أو يكون فيه شاشة صغيرة ومجرد يعطينا رقم اللي هو كتلة الجسم بشكل عام. أستاذة مريم عفوا، من فضلك إذا تستخدمين السماعة لو تشلين السماعة لأن الصوت مش واضح عندنا، لو تكرمتي. حاليا ما عندي سماعة، اسمح لي، ما أدري، بحاول أعلي صوتي. فيه قلنا الميزان الميكانيكي وفي الميزان اللي هو الديجيتال الرقمي اللي يكون شوي أدق ويعطينا معلومات زيادة مثل الكتلة الدهنية، الكتلة العضلية، نسبة الماء، كمية العظم في الجسم، وهاي اللي تكون موجودة في الغالب نحصلها في المراكز الصحية، الأندية، في بعض الأسواق، في المستشفيات، هاي تكون متوفرة في هاي الأماكن في الغالب، والميكانيكي يكون في البيوت. مواصفاته أنه يتحمل، أن كل ميزان يتحمل وزن معين، أن يتحمل الوزن، المساحة تكون متناسبة للقدمين، ميزان بسيط ما يكون معقد، مقاوم للرطوبة، في الأجهزة تكون مرتبطة مع تطبيق مع أساس الشخص يراقب نفسه عن طريق الهاتف، ففي يكون تطبيق مع الميزان. هاي بالنسبة لمواصفات الميزان. إذا بنتكلم نحن عن القواعد الهامة لقياس الوزن، أول قاعدة مهمة اللي هي وين نحط الميزان. جدا مهم ان نحن نحاول نثبت او نضع الميزان على ارضيه صلبه ومسطحه، يعني ما ناخذ الوزن على مثلا السجاد. صحيح. بيكون في تغيير وفارق كبير في الوزن، فدايما ننتبه لهاي النقطه. دايما نحاول نستخدم نفس الميزان لقياس الوزن، يعني ما هي اليوم استخدمنا هني ونصير اليوم الثاني العيادة الفلانية نشوف فيه فارق. صحيح. وايد نلاحظ ناس يجونا من المراجعين ساعات يقولون ميزانكم خربان إذا حصل فيه زيادة وزن، لأن الميزان اللي عندي في البيت، فدايما نحاول نثبت على ميزان واحد، لأن فعلا يكون فيه فارق في الموازين ميزان لميزان، ممكن تحصل من نص كيلو إلى كيلوين تقريبا الفرق، فدائما يفضل أن نحن نثبت على ميزان واحد ودائما نوزن فيه. صحيح. وقياس الوزن ما يكون عندنا هوس دائما يوميا في اليوم كم من مرة أو بشكل يومي نوزن، نحاول مرة في الأسبوع، أقل شيء مرة في الأسبوع ناخذ قياسات الوزن، لأن في الأسبوع تقريبا نقدر نحصل على نتيجة حلوة اللي هي من نص كيلو لكيلو فارق في الوزن إذا كان في متابعة في نظام غذائي أو ممارسة رياضة. متى نوزن؟ أي وقت؟ الأوقات اللي تصلح له، وأنسب وقت
أساس يعطينا قياس دقيق هي الفكرة الصباحية بعد ما نستيقظ من النوم ويتم تفريغ المثانة. هنا يكون طبعا الوزن الدقيق والصحيح، لأن إذا جينا مثلا خلال اليوم نحن يكون في حركة، في مثلا بنذكر إن شاء الله بعد الأوقات اللي ما يفضل أن نأخذ الوزن فيها، فيه تناول طعام، فيه رياضة، فالوزن يكون خلال اليوم بتقلب، ممكن يكون في ساعات زيادة وممكن يكون في نقص، فيفضل في الفترة الصباحية. الملابس، وزن الملابس كل ما كانت خفيفة كل ما كان أفضل، لأنه ممكن يأثر على الوزن. صحيح أختي مريم، طبعا خلص الوقت، ولكن أكيد يعني هذا الموضوع مهمة إذا تسمح لي يعني أذكرها. تفضلي. فيه بخصوص الناس اللي مهتمين في أوزانهم ويسيرون مثلا الأماكن اللي هي الناس المعنيين في قياسات الوزن، عندنا وايد أسمع ناس يقولون عندنا احتباس سوائل، يعني يقولون عندنا احتباس سوائل. فهذا الشيء لازم يوضح للشخص، أنت عندك احتباس سوائل، هل احتباس، هل عندك أنت ضغط، في عندك مشكلة مرضية لا سمح الله في الكلى، هل بديت أنت تمارس رياضة، لأن ممكن هذا الاحتباس السوائل يكون وقتي وليس مرضي. صحيح. الأخت أو الأستاذة عفوا مريم علي، أخصائية تغذية سريرية ورئيس وحدة التغذية أو التثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك، شكرا جزيلا. مستمعينا الأفاضل، ومن استخدام الصحيح للميزان إلى فقرتنا الأخيرة وفقرة صحة المسنين ومشاكل الذاكرة عند كبار السن وطرق الوقاية والعلاج. ومثل ما تعرفون أن يعاني كبار السن في العادة من مشاكل مختلفة في الذاكرة وبدرجات تتفاوت من شخص إلى آخر، وقد تكون هذه المشاكل شديدة لدى البعض وتؤدي إلى فقدان الذاكرة بشكل نهائي. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا اليوم الدكتورة وفاء جمعان، طبيب عام بمركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي. دكتورة وفاء صباح الخير. دكتورة، طبعا مشاكل الذاكرة عند الكبار السن أكيد يعني من الأمور اللي يعاني منها بعض المرضى، فنتحدث في البداية عن أنواع المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها كبار السن بما في ذلك مشاكل الذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كبار السن مثل أي شخص عادي، طبعا نظرا لكبر السن أو التغيرات اللي تصير في جسمهم في مرحلة الشيخوخة يتعرضون لمشاكل صحية كثيرة، ومنها على سبيل المثال التغيير اللي يستوي في الدماغ. صحيح. فهالتغيرات اللي تصير يعني تتأثر على مثلا الخلايا العصبية، أن يفقدون مثلا وزن من الدماغ ويستوي ضمور، والخلايا العصبية التشابكات تتغير شوي، فهذا يؤدي إلى أن بعض القدرات الذهنية اللي عندهم تتراجع مع التقدم في العمر لدى أغلب كبار السن بس مو بكلهم. وفي شيء ثاني يصيبهم أنه يقدر يكون في تباطؤ في الفكر والذاكرة، بس هالشيء يعتبر جزء طبيعي من الشيخوخة، أنه يعني قدراتهم ما تكون مثل قبل، يعني يمكن يفكر بالشيء أو يجاوب على السؤال وشي، بس بعد وقت شوي قبل ما هذا نظر للتغيرات اللي تصير في الدماغ عندهم. صحيح. دكتورة، طبعا في نحن نلاحظ، انا شخصيا لاحظت يعني مع بعض كبار السن انه يعني هو ما شاء الله يعني كبير في العمر ولكن ما زال يعني يتذكر الاشياء اللي قد يعني حدثت معاه وهو طفل في مراحل يعني طفوله. صح. يعني مثلا لو كان هم ما شاء الله، ان مثلا طبعا الدماغ يعني هو من الأعضاء اللي مثلا ما تشيخ أو مثلا يعني مثلا ما تتجدد فيها الخلايا، فلو كان الدماغ مثلا صحته وكل الخلايا العصبية زينة وتغذية عنده زينة وهو مثلا إنسان مثلا يستخدم أو متعلم وهذا، فسبحان الله بيحافظ على هالذاكرة القوية اللي تكون قصيرة المدى وبعيدة المدى في نفس الوقت. صحيح. أكيد دكتورة، طبعا بخصوص موضوع الذاكرة هناك قد تكون بعض الأسباب اللي تؤدي إلى مشاكل، لو نستعرض معك دكتورة أسباب اللي تؤدي إلى مشاكل في الذاكرة لدى كبار السن. إن شاء الله.
من الأسباب طبعا أهمها الأسباب اللي طبعا ممكن نحسه هو شيء طبيعي بس يعني مثلا الأدوية اللي يأخذها كبار السن، يمكن حتى الأدوية العادية اللي هي أدوية مثلا المسكنات، أدوية تعالج الضغط السكر، في أدوية سبحان الله تقدر تأثر على الذاكرة بطريقة ما، فلازم نتأكد أو مثلا نشوف لو صار في أي تغيير كبير السن نتأكد من الأدوية اللي يأخذها، يمكن سبحان الله في دواء ما ناسبها كبير السن. الشيء الثاني مثلا لو صابتهم أي إصابات طفيفة مثلا أي صدمة صارت في الرأس أو أي إصابات بسيطة ما بينت أعراضها أو ما صار في مثلا فقدان للذاكرة أو مثلا ما فقد الوعي بس تقدر سبحان الله على المدى البعيد تقدر تأثر على الذاكرة، فلو بعد لو عالجنا هالأشياء نقدر بعد نتجنب مشاكل الذاكرة. الأسباب النفسية مثل التوتر القلق الاكتئاب يقدر يخلي المريض يعاني من مشاكل في الذاكرة، ونقص فيتامين باء 12 هاش مهم جدا وهذا شائع في كبار السن لما يكون عندهم نقص الفيتامين وهاي يؤدي إلى سبحان الله مشاكل في الذاكرة، وبعد منها اللي هو قصور في الغدة الدرقية، إن الغدة الدرقية طبعا ما تفرز هرمون الثيروكسين بطريقة طبيعية فيقدر يأثر سبحان الله على ذاكرة المسن، فهاي الأسباب الشائعة اللي مثلا هي أسباب وتقدر تعالج يعني في نفس الوقت إذا تجنبنا أو يعني تابعنا المريض وكي نقدر نتجنب هالأسباب. صحيح، لهذا السبب دكتورة يعني نحن الحقيقة يعني سعداء جدا بالخدمات اللي يقدمها مركز سعادة كبار المواطنين، إنها خدماتكم دكتورة لا تختصر فقط على الجانب العلاجي لكبير السن أو المواطن، ولكن تركزون على يعني إدارة حالة الإنسان هذا من جميع الجوانب، الجانب العلاجي الدوائي، الجانب الاجتماعي النفسي، فهذا يعني الحقيقة منظومة جميلة جدا وتساعد أيضا يعني الإنسان الكبير في السن أنه ما تكون له مضاعفات اللي قد تكون أحد المضاعفات اللي هي مشاكل في الذاكرة. صح، أيد الفكرة. صح دكتورة، طبعا مرات يعني نسمع أن الشخص قد ما يكون يعني متقدم في العمر وعنده مشكلة في الذاكرة، فهل مشاكل الذاكرة ترتبط بكبار السن فقط أم ممكن أن يتعرض لها شخص مش كبير في العمر؟ هي مشاكل الذاكرة تقدر تصيب بأي فئة عمرية، يعني مثلا خاصة حياتنا الحالية في هالفترة أن نحن وايد معتمدين على الأجهزة الذكية وفي ضغط العمل وضغط البيت، يعني الإنسان اللي يتعرض لضغوط مستمرة تقدر تأثر على ذاكرته، وهذا يعني مثلا معناته أنه مو بشرط أنه عنده مشاكل يعني صحية أو أن الذاكرة لازم يعني عنده مرض أو شيء، بس أنه ممكن عدم التركيز، كثرة الضغوط، كثرة الأفكار، فمن كثرة الضغوط اللي يواجهها الشخص يمكن يتأثر عند الذاكرة. طبعا اهم شيء انه يقلل الضغط عند العصبي او يعني ياخذ فترات راحه، وان شاء الله اموره تتحسن والاكل الصحي وهالاشياء الثانيه. صحيح، ومثل ما ذكرتي دكتورة انت يعني حتى حق يعني كبار في السن اذا يعني عندهم هاي المشكله ممكن تتعالج لان الاسباب واضحه، يعني إذا كان يأخذ أدوية معناته أن الأدوية اللي يأخذها مفروض أن تكون جرعاتها مناسبة، وفي يعني اهتمام من الأسرة في البيت على أساس أنه ما تكون له مضاعفات. ومثل ما تفضلتي دكتورة إذا كان شخص يعني مش كبير في العمر وعنده مشاكل في الذاكرة مفروض أنه يعرف كيف يعني يرتب أموره ويحاول بأنه يعني يعطي أولويات للأشياء اللي في 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 يومه على أساس أنه ما يستوي له ضغوطات نفسية. طبعا صح دكتورة، خلنا نتكلم عيل أكثر عن موضوع طرق الوقاية من هاي المشاكل. طرق الوقاية هي يعني النصائح الوقائية العامة اللي تقريبا كل حد يقدر يمارسها لو هو كبير في السن أو شخص يعني مثلا أو يعني الشباب. الرياضة وايد مفيدة، يعني الرياضة اللي هي رياضة المشي، أي أنواع الرياضة تقدر تساعد أن تحافظ على خلايا مخ، زائد أنه مثلا تقلل الضغط العصبي اللي يواجه الإنسان، وبعد تحافظ على تزيد مثلا قدرة الخلايا والخلايا العصبية وتنشطها. يعني التفاعل الاجتماعي، يعني مثلا المريض دائما خليه مثلا متفاعل في البيت مع الأهل، يكلمونه، يعني يكون في نشاطات في البيت يسوونه معهم، يتفاعل وياهم، دوم يحسونه بدوره وأنهم بعدهم يستفيدون منه ويبون خبراته وهالأشياء.
النوم الكافي تقريبا 7 إلى 9 ساعات في اليوم إذا ممكن، واتباع نظام صحي يعني غذائي مفيد، يعني مثلا يتأكد أنه يأكل فواكه خضروات اللي هي المكملات الغذائية نفس فيتامين دال أوميجا 3، هالأشياء تقدر تساعد، والأسماك والدهون الصحية تقدر تساعد بعد على تنشيط الدماغ. بعد أنه يعني مثلا علاج الأمراض المزمنة، يعني مثلا لو هو عنده ضغط أو سكر وهذا لازم يكون حافظ على، يعني مثلا يتابع مع دكتور يشوف إيش التغييرات اللي صارت، مثلا يتابع مع دكتورة دوري فحوصات العامة يسويها. فلو نحن قدرنا مثلا نسوي هالأشياء إن شاء الله تقدر يعني نحافظ على المسن وما يوصل، يعني ما يضطر إنه يعني يتعرض لمشاكل في الذاكرة إن شاء الله. صحيح، وهذا الدكتورة اللي ذكرتي جانب مهم جدا، لأن دائما الأمراض المزمنة مثل ما تفضلتي الضغط والسكر لابد أن يتم يعني إدارة حالة الإنسان بشكل صحيح. يعني لو تكلمنا عن السكري يعني ما أتوقع أنه ممكن الشخص أنه يتعالج بس بالدواء، دواء السكر يعني سواء كان إنسولين أو حبوب أو أي شيء، لابد أن تكون منظومة متكاملة، أن الإنسان أيضا يعني يهتم في الجانب الغذائي، الجانب التثقيف الصحي، فحوصات دورية لشبكية العين، فحوصات دورية للقدم، على أساس أنه ما يوصل إلى مرحلة قد يكون يعني تبدأ عنده مضاعفات السكر أو مضاعفات ارتفاع ضغط الدم. أكيد. دكتورة في آخر يمكن دقيقة أو دقيقتين تعطينا نصائح للقائمين على رعاية، وأنت تكلمتي دكتورة أنه في البيت لابد أن الأسرة يعني تهتم بوجود هذا الشخص في البيت، اهتمام من الجانب الاجتماعي الجانب النفسي. لو تنصحين دكتورة وتعطين نصائح للقائمين على رعاية كبار السن وخاصة اللي يواجهون مشاكل في الذاكرة. أنصح طبعا الأهل واللي يقيمون مع كبار السن أنه مثلا يعني هم يتابعونهم دوم، هم اللي عايشين وياهم ويعرفون يعني يومياتهم أو مثلا شو الأسلوب اللي يتبعونه يوميا، فمثلا يلاحظون لو لاحظوا في أي تغيير مثلا في الذاكرة، يمكن مرات كبار السن يعني هو الكبير في السن نفسه المريض ما بيحس بهالشيء، بس الأهل لو لاحظوا أنه في أي تغيير في تصرفات المريض في بعض العادات أو بعض الأشياء اللي ما كانت موجودة قبل، يفضل إنه يعرضون على يعني أقرب عيادة تشوف يعني طبيب مختص في كبار السن أساس إنه يسوي له الفحوصات المبدئية اللي هي فحص الدم، يمكن الأسباب تكون بسيطة وتقدر تعالج. فلو نحن سوينا يعني عرضنا المريض من بداية الأعراض وشي نقدر إن شاء الله نتجنب المشاكل اللي بعدين تكون مزمنة وما نقدر نعالجها. فأهم شيء يراقبون المريض. وأفضل مكان طبعا دكتورة لازم يبون عندكم مركز سعادة كبار المواطنين. طبعا حياكم الله في أي وقت. الله يحييك دكتورة وفاء جمعان، طبيب عام في مركز سعادة كبار المواطنين. كل الشكر لك دكتورة، وشكرا لاهتمامكم الحقيقة لهاي الفئة المهمة. كل الشكر والتقدير لك ولفريق عملك المبدع في مركز سعادة كبار المواطنين. العفو. مستمعين الأفاضل، ومن بعد موضوع صحة المسنين وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل اليوم، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ إسراء الهاشمي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. كل الشكر والتقدير لكم جميعا، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.